هنايا هنايا هنا اللي حتكون نهايه بادب زهره، باسكو علاش هذا الانسان هذا ما اداكش، ما جرحكش، ما نقولوا مثلا خلاص سيتو برك نتوما، باسكو علاش تشوفي شاك علاقه عندها كما قال حنايا عندها مهمه، كاين علاقات اللي تجي تعطيك حب، كاين علاقات اللي تجي تعلمك، كاين علاقات اللي تجيب لك دروس، كاين علاقات اللي تجي تادبك. نعم. لانك انت ما استوعبتش وما تعلمتش كما قال من الاخطاء تاعك السابقه، كل وحده فيهم واش حتجي دير. دوكا انت في الطبع تاع العلاقه هي العلاقه اللي حتنتهي بادب، يعني هنايا خلاص خلاص كما قال العشره تاعنا ما كان حاجه نخرج انا من هذه العلاقه بايتيك واخلاق ونخلي المكان تاعي نظيف وخلاص، ما يعني ما عندكش كما نقولوا حنايا راكي حديري محاسبه مع هذا الانسان ولا حتاخذي منه موقف. نو بصح كاين عفوا علاقات اللي حتنتهي بموقف مهم جدا زهره. صح، نديو منها درس. نعم. لازم حنايا نديو منها درس والانسان هذا كيفهم بليك هاو نغلط هاو واش درت سي با بيان باش ما يزيدش يعاود يدير، باسكو انت عندك كما قال امام الله عندك مهمه، ما تقدريش تسكتي على المنكر، فهمتيني؟ بالطريقه راقيه وادب بيان سيغ واسلوب كما قال محترم، لازم ترجعي هذاك الانسان في المكان تاعو. نعم. حتى يفهم بليك واش دار معك كان غلط، وما يروحش يعاودوا مع انسان واحد اخر باش ما يمارسش نفس الدور مع اشخاص واحد اخرى. حنا كي نغمضوا عينينا ونقولوا ربي وكيل، هو سي سور ربي وكيل بدون ادنى شك ربي سبحانه وتعالى يحاسب هنا ويحاسب لهيك، بصح هذا غلط معاك انت في حقك انت كرامتك في الله في كرامتك في بزاف. نعم. امور لازم تفهميه عند حدو، تكوني فهمتي بليك عفوا صالح راهو استنزف لك حاجه، سرق لك حاجه، غدرك في حاجه، فهمتيني زهره؟ عندك. نعم. مهمه نحو نفسك وتقدير ذاتك. نعم. كوتش، واش رايك في الرجوع لعلاقه شفنا انه تغيرت فيها حاجات بعد ما انهيتوها شفتوا باللي كاين تغيير؟ نعم. يمكن الرجوع فيها ان تكلموا على كل العلاقات حتى الاجتماعيه حتى العلاقات. نعم. بكل انواعها وكل طبحها اكيد نقدروا نرجعوا صالح، نعاودوا نرجعوا كي نفهموا فهمنا الدرس المرحله الاولى. أيوة. كي فهمت انا الدرس نقدر نعاود نرجع اكيد. و سا ديبون كيفاش خرجت صالح. اسكو خرجت بالقباحه ولا خرجت فوالا كومون تو كيتي هذه العلاقه؟ اسكو باغ اكزومبل كاين بزاف اصدقاء ما تشوفيهمش بصح عندك معاهم علاقه جميله. كاين زين ايضا مثل يقول انه الانسان يعني يوصف على حسب النهايات نتاعو يعني.